مشاهدينا دعونا نلقي نظرة على تحركات أسواق العملات خصوصا بالنسبة للدولار الأمريكي الذي تراجع اليوم أمام الين بأكثر من نقطة وعشرية النقطة المئوية. الآن يقلص بعض من هذه التراجعات، حتى أمام اليورو نلاحظ تراجعات بتقريبا نصف النقطة المئوية. الكثير من الأسباب ولكن الأبرز منها المؤثر على الدولار الأمريكي تصريحات بنك المركزي الياباني بأنه سيخفض برنامج شراء الأصول بمقدار 10 مليارات دولار بشكل طبعا هذه السندات الحكومية التي كان يقوم بشرائها تحضيرا لتقليص أكبر خلال الفترة المقادمة. هذا ما أثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي. عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل لأجل 10 سنوات ارتفعت للمرة الأولى منذ 10 أشهر فوق مستويات النقطتين ونصف النقطة المئوية. على الرغم من ذلك لم نشهد تفاعل إيجابي من الدولار. للحديث بشكل أكبر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن ريتشارد بيري وهو محلل الأسواق في هانتك ماركتس. ريتشارد أهلا بك معنا. التراجعات التي شهدناها اليوم على الدولار الأمريكي، هل السبب الرئيسي وراءها هو موضوع السياسة الجديدة ربما أو السياسة التي بدأت بالتشدد من قبل المركزي الياباني أم أن هناك أسبابا أخرى؟ بالتأكيد الأسواق تأملت هذا التحرك من البنك المركزي الياباني. رأينا نهاية الأسبوع الماضي كيف قام المركز الياباني بتخفيض برنامج شراء الأصول في ديسمبر ب 404 مليارات ين، وثم تحدثوا عن 20 مليار ين شهريا بالنسبة للسندات الأجل الطويل. وهذا تحرك ملفت لأن الأسواق تحركت وعوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت، وكانت هناك أخبار من الصين تشير إلى أن الصين سيبتعدون عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، وهذا الأمر قد يدفع العوائد إلى الارتفاع بحدة. وبالتأكيد طبعا كانت الأسواق إيجابية حتى هذا الصباح وتلقت الأسواق ضربة، ورأينا أيضا تحركا هبوطيا كبيرا في الدولار. طبعا زوج الدولار ين يكسر حاجز 112، وهذا الرقم كان رقم دعم أساسي في ديسمبر، وهناك مراقبة لحاجز 111.40، لكن 110.85 إذا كسرنا هذا الحاجز المهم فهذا يعني أنه سنكون أمام تحولات هامة في المعنويات تجاه الدولار الأمريكي. يعني حتى لو كان ريتشارد الدولار ما يزال تتوقع له الأسواق أن يكون هناك زيادة أو في عملية رفع في 2000 في هذا العام، هل ما يزال هذا الأمر محتسب في الأسواق أم أن وضع ما رأيناها من أخبار السندات هو المؤثر الأكبر حاليا على معنويات الدولار؟ في بداية 2018 السؤال الكبير كان ما إذا كان التضخم سيرتفع في الاقتصاد العالمي، وكذلك ما إذا كانت البنوك المركزية الأخرى ستبدأ بتجديد السياسة النقدية. وكانت هناك تأملات تجاه موقف البنك المركزي الأوروبي الذي يعتقد بأنه البنك الكبير التالي الذي تحرك في 2018، وهناك أيضا سؤال بخصوص المركز الياباني ما إذا كان سينضم لاحقا في هذا العام إلى البنك المركزي الأوروبي وغيره في رفع الفائدة. هذا التحرك الذي جرى سيضغط فوارق معدلات الفائدة، والأمر سيؤثر سلبا على الدولار الأمريكي، وقد يكون لدينا المزيد من التراجع في الدولار الأمريكي بناء على ذلك. طبعا هل سيتحرك سيتحرك البنك المركزي الأوروبي في 2018 أم لا، وهل سيتحرك الدولار بناء على ذلك، وهناك أيضا مضاربة بناء على البنك المركزي الياباني. كل هذه العوامل قد تشكل ضغطا سلبيا على الدولار الأمريكي. طيب ريتشارد، أسعار برنت تقترب من $70 بالنسبة لخام تكساس الخفيف أيضا عند 63، وارتفاعات يعني بتقريبا نقطة مئوية واحدة. لماذا لا تتأثر عملات السلع؟ يعني نلاحظ الدولار الكندي متراجع أمام الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي يسجل فقط 20 نقطة المئوية من المكاسب أمام الدولار. لماذا نشهد هذا التفاعل من عملات هي أساسا مرتبطة بسلعة مثل النفط؟
I think mainly it's because of the risk. الأمر يعود بصورة أساسية إلى حالة العزوف عن المجازفة نتيجة التحرك الذي قامت به الصين. فسرعة ارتفاع العوائد على سندات الخزانة تشكل قضية مهمة، وإذا ارتفعت إلى مستوى 2.64 وهو حاجز منفي 2017، إذا حصل تحرك سريع نحو 2.8 أو 2.9% فهذا سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة للسوق. لذلك رأينا هناك حالة من العزوف عن المجازفة، وبالتالي رأينا عملات السلع لا تقدم الأداء الجيد الكبير، رأينا ارتفاعا بسيطا نتيجة الحالة السلبية في الدولار، لكن هناك خشية لدى الأسواق من أنه إذا استمرت عوائد سندات الأمريكا في الارتفاع بشكل حاد هذا الأمر سيشكل خطرا جاثما على الأسواق في الفترة المقبلة. نعم، وكما وأنت تتحدث نرى أن اليورو يقترب من الدولار وعشرين سنتا، هل اليورو ما يزال يحمل العديد من عوامل القوة برأيك ريتشارد كما كان متوقعا حتى في نصف 2017؟ Well, I think that what we've seen on the euro is ما نراه في اليورو هو تحرك كبير نحو الأعلى على أساس أن اقتصاد منطقة اليورو على ما يبدو هو في وضع قوي، والأسواق تتطلع إلى الأمام وتراجع قرارات سياسة نقدية للبنك المركزي الأوروبي وتدرس ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد يلجأ إلى تخفيض برنامج الأصول وربما تشديد السياسة النقدية. ورأينا اليورو يرتفع، رأينا بعض التراجع في بداية 2018 وخاصة أن عوائد السندات الألمانية لم تكن قوية ولم ترتفع كما حال عوائد السندات الأمريكية، لكن بعد ذلك وبما أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تحقيق نتائج إيجابية والبيانات تنمو، مؤشرات مديرية المشتريات ومؤشرات الثقة كلها ترتفع، وإذا ارتفع التضخم فهذا سيكون محركا أساسيا لليورو في 2018. شكرا لك ريتشارد بيري، كنت معنا من لندن وأنت محلل الأسواق في هانتك ماركتس.